قومي القاهرة تكسو باللون الأحمر، القاهرة باللون الأحمر، النادي الأهلي يفوز على نادي الزمالك 3 أهداف مقابل هدف واحد في القمة 126. الأهلي يؤكد جدارته بالفوز بالدوري العام بالفوز على نادي الزمالك 3-1. والآن معنا عدد من جماهير النادي الأهلي ونعيش معاهم أفراح الفوز على نادي الزمالك. شفت إزاي المباراة النهارده؟ والله الحمد لله على المكسب، وانا كنت متوقع نكسب اكتر من كده، يعني كان ناقص جونين ونحقق زي السنين اللي فاتت، يعني الحمد لله على المكسب. مين نجم المباراه من وجهه نظرك؟ بكل تاكيد، بسم الله الرحمن الرحيم، بكل تاكيد حسين الشحات، لان هو جاب اكتر من جون واستغل كل الفرص المتاحه قدامه. برضو كرة بتاعت مجدي قفشه برضو كانت، رغم انها جت في العارضه بس كانت هتبقى جون جميل لو كان جه. شفت ازاي المباراه النهارده؟ لا، المباراه كانت حلوه الحمد لله، والحمد لله احنا فزنا، وكنا يعني الحمد لله اللي احنا جبنا 4 وغير اللي جون اللي ضاعت، يعني لو كانوا جبنا اللي جون اللي ضاعت دول 3 كان يبقى 7-1. يعني الحمد لله، واحسن واحد في المباراه كان حسين الشحات. انطباعاتك ايه بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك؟ والله بصراحه كانت متوقعه بصراحه، خصوصا بعد اللعب اللي لعبوه الجميل في الشوط الاولاني، لعبوا بصراحه ممتاز، بس كنا احنا كمان متوقعين لعب احسن في الشوط الثاني، خصوصا بعد تسجيل 3 أهداف ويعني المهارات اللي انا شفتها. دكتور ايهاب، لسه مستمرين في لقاءات جماهير، رايك ايه النهارده بعد الفوز على نادي الزمالك؟ كان النادي الاهلي الحمد لله سيطر على الماتش طول الوقت، كنا فايزين جامد من اول دقيقه في الماتش، كنا مسجلين اجوال وكملنا، كان اداء رهيب من حسين شحات. تحليلك لاداء المدرب كولر والتغييرات؟ اداء كويس جدا، وزي دايما يعني الاهلي احسن ناس في الدوري وكده. دكتور ايهاب، دي كانت فرحه النادي الاهلي بالفوز على نادي الزمالك والفوز بالدوري العام.